يافع من الطبقة الشعبية يجد نفسه يتلقى تعليما من نوع خاص في قلب المدرسة المولوية. إذا كنت درست اللغة العربية من أصولها ومظانها مثل ما يقال، فالفضل يرجع إلى المدرسة المولوية أكيد. سئل شيمون بيريز ما هو التحدي الأكبر؟ أجاب بأن التحدي الأكبر هو الحفاظ على اللغة العبرية. الآن الحديث عن اللغة العربية أصبح شبه الكبريت الأحمر الغائب الأكبر. أنت كنت ناطقا رسميا باسم القصر الملكي في المغرب، كيف اشتغل المثقف والمفكر داخلك حينها؟ حكموا علي بالهوى وأنه أمازيغي أو كذا وبربري اصطلاح، لكن حينما كنت في المسؤولية كان هاجسي هو الدولة.